الاخبار كنت فارغ بتفهم بس طلعت غبي. هنا الزاهد اكدت شائعات كتير اتقالت عنها الفتره اللي فاتت، ايه اللي كتبته هنا وزعل الجمهور عليها، وايه السبب الحقيقي ورا طلاقها، ورد فعل صادم من احمد فهمي على كلامها. تابعونا. خبر صادم اكد الاشاعات اللي انتشرت الفتره اللي فاتت بخصوص انفصال الثنائي هنا الزاهد واحمد فهمي، وده بعد ما اعلنت الفنانه هنا الزاهد من خلال حسابها الرسمي على انستغرام انها انفصلت بشكل رسمي ونهائي عن احمد فهمي. وكتبت هنا في الستوري: الحمد لله تم الانفصال بيني وبين احمد بعد 4 سنوات زواج، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير. طبعا كلام هنا عمل حالة كبيرة من الصدمة بين جماهير مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن ده راجع لحب الجمهور لهنا واحمد وانهم دايما بيتمنوا لهم الخير. اما عن كواليس اللي حصل بينهم فتم التأكد من ان هنا الزاهد واحمد فهمي كانوا بالفعل انفصلوا من 3 شهور، لكن ورق الطلاق ما كانش لسه خلص لان كل حد فيهم كان مشغول بتصوير اعمال فنية خاصة بيه. فهنا كانت مشغولة بتصوير فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة ومسلسل إقامة جبرية، وأحمد فهمي كان برا محافظة القاهرة لأنه كان شغال على أكتر من مشروع سينمائي جديد. والمعلومات المؤكدة بتقول إن هنا وأحمد كان حصل توتر في علاقتهم في الفترة الأخيرة، وحصلت بينهم خلافات للأسف وصلت لطريق مسدود وما تمش التوصل لحل بخصوصها، وده خلى هنا تسيب بيتها 3 شهور اللي فاتوا وفضلت مستقرة في بيت والدتها، لكن تم الاتفاق بكل هدوء انهم هينفصلوا عن بعض. اما احمد فهمي فما اعلنش اي حاجة لحد دلوقتي ولا حتى صدر منه رد فعل على كلامها. تفاعل الجمهور بشكل كبير مع خبر الانفصال، وكان الاغلبية واقف في صف هنا، فمن ضمن التعليقات كان بين انهم هينفصلوا من بدري، وحد تاني قال متوقع الانفصال من زمان، وحد قال بصراحة مش لاقيين على بعض خالص من الاول، وحد قال من أكتر الناس اللي زعلت عليهم كأنهم أصدقائي مثلا، وحد قال أنا زعلت جدا ومش عايز أتجوز. بداية قصة حب وارتباط هنا وأحمد كانت بعد تعاونهم مع بعض في أكتر من عمل فني زي الواد سيد الشحات اللي تعرض في رمضان 2019، وخلال العمل ده نشأت قصة حب قصيرة بين الثنائي انتهت بالزواج. كمان اتعاونوا في مسرحية جوازة مع فرطة اللي تم عرضها في السعودية، وفيلم مستر أكس اللي تعرض مؤخرا في السينمات، وكمان في مسلسل إذاعي. اتجوز الثنائي في سبتمبر 2019 في أحد الفنادق الفخمة في أجواء كلها بهجة ورومانسية ورقية، وحضر حفل الزفاف مجموعة كبيرة من نجوم الفن. وخلال فترة الزواج كان بيغلب على علاقة الثنائي الود والمحبة، فكانوا دايما بيشاركوا الجمهور اللحظات الطريفة والمواقف الساخرة على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. فهنا كانت بتنشر ليها صور وهي شعرها مبلول وتعلق وتقول مش كتكت، كانت تقصد ان زوجها بيسخر من شعرها المجعد، وكانت بتنشر كتير من تفاصيل حياتهم الزوجية. كمان كانت نشرت فيديو في عيد جوازهم على حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وشاركت فيه اجمل اللحظات مع جوزها، وعلقت وقالت عيد زواجنا التالت. قلولنا شايفين احمد وهنا ما كانوش فعلا لاقين على بعض من البداية، وكان هيتم الانفصال عاجلا ام اجلا، ولا ايه رأيكو؟